الابكار اللقاية ومسافة الاربعة كيلومترات. الحاضر معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الاصيلة وفي تسعيرة مؤسسة هجن الرئاسة السادسة التي تقام هنا في ميدان الوثبة وهي التسعيرة الخاصة بالبطلة الذيبة راعية السيوف التي تعود ملكيتها لمؤسسة هجن الرئاسة. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع أول الباحثات عن الناموس وعن الفوز والانتصار. نتابع الشاهنية محمود بن ناصر بن مرزوق الدرع من يقدم لنا انطلاقة الشاهنية بينما المركز الثاني أتابع الخوارة سلطان بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي والمركز الثالث زمهرير سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا انطلاقة زمهرير. المركز الرابع جفا علي بن سعيد بن سالم الزرعي والمركز الخامس نتابع التقدم من الكايدة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري من يقدم لنا الكايدة والمركز السادس من الجانب الأيمن الصايلة سعيد بن سالم بن راشد بن محمد المنصوري مالك الصايلة. أيضا نتابع الأسماء القادمة الأسماء المنطلقة على مستوى المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام والتقدم مع سيوف سعد بن سالم بن سعد آل فهيده المري من يقدم لنا سيوف. مرحبا بشعار سيوف القادم في هذه اللحظات. ومن الجانب الأيمن شعار بن عويضان بدأ يتقدم مع انطلاقة مثايل حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا مثايل كما قدم لنا انطلاقة تصريح. أتابع أيضا القدوم مع سمحة عايض بن مهدي بن هادي الأحبابي يتواجد على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت ذريف لسيد محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاكتبي من يقدم لنا ذريف في هذه اللحظات. والمركز العاشر نختم بها النداء القادم هي إثويني بن حمدون بن حمد الجحافي أبناء السلطنة ولكن وصايف بادي بن تركي الدوسري من يقدم لنا وصايف المتسللة في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة ونداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول الشاهنية محمود بن ناصر بن مرزوق الدرع من يقدم الشاهنية على المركز الأول. الشاهنية على الصدارة الأولى لتكون أول الباحثات عن التسعيرة وعن الناموس الغالي في ميدان الوثبة. المركز الثاني أتابع القادمة جود أم هنالك الكايدة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري وصل على المركز الثاني بينما المركز الثالث الخوارة سلطان بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع زمهرير سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي وصل المتحدي بدأ يتقدم المتحدي. أيضا القادم هنالك شعار سعد بن سالم بن سعد آل فهيده المري وصل راعي الجازي يقدم لنا انطلاقة سيوف التي بدأت تعلن عن حضورها المميز. ولكن أتابع من الجانب الأيمن شعارك الدوسري بدأ يتقدم وينطلق في هذه اللحظات أبناء المملكة العربية السعودية القادمين بهذه التحديات والانطلاقات المميزة. يا سلام بدأت تقترب الأسماء بدأت تقترب الشعارات لمن الناموس لمن الفوز.
والانتصار. كم من هايل من البكار اللقاية في تنافس وصراع كبير من أجل الناموس، من أجل الفوز والانتصار. المقدم والصدارة، الانطلاق الأول، الكايدة الكايدة الكايدة، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، ولكن جفا علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وأيضا الدوسري، أبناء الإمارات، أبناء المملكة، أبناء السلطنة، في تحدي مميز. ولكن الانطلاق مع الكايدة، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، الدوسري قادم مع وصايف بادي بن تركي، الدوسري الدوسري، ولكن بن ياعد، أبناء سويحان. اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة، وسلاماتنا تذهب إلى ميدان التراث، إلى ميدان سويحان مع الكايدة، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. تهانينا والناموس. لحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني وصايف بادي بن تركي الدوسري، المركز الثالث وصل الزمهرير، وصل الزمهرير سالم بن سعيد بن مران الكتبي، المركز الرابع، المركز الرابع بيان عتيق بن علي بن راشد القوم الكتبي، والمركز الخامس ود فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. التهاني والناموس لمالك الكايده خليفه بن عبد الله بن ياعد الحمير. التوقيت الزمني 5:54 وخمسه اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصايف بادي بن تركي الدوسري. التوقيت الزمني ومسافه الاربع كيلومترات 5:55 ثلاثة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان الوصول مع تواجد زمهرير سالم بن سعيد بن مرانة الكتبي. والتوقيت الزمني 5:55 وتسعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. متابعينا مستمعينا الكرام الافاضل احييكم وارحب بكم وبحضراتكم من جديد مع تواصل هذه الانطلاقات وهذه التحديات من هنا.